FM. الكل مليك. حاضر بحذايا السيد توفيق محفوظ رئيس جمعية نادي الرياضات الفردية بقليبيا، والسيد اسكندر شحيدر أمين مال جمعية نادي الرياضات الفردية بقليبيا. نحب نذكر كل السادة المستمعين لقاء منتخبنا الوطني ضد المنتخب الإيفواري في الدور النصف نهائي لبطولة كأس أفريقيا الأمم في شوط الثاني، 10 دقائق لعب في الشوط الثاني. منتخب التونسي متعادل 2-2 عن منتخب الإيفواري، إن شاء الله يكملوا اللقاء هذا وما تبقى من الوقت اللي هما 10 دقائق منتصرين بإذن الله. دوك نرجع لك سيد توفيق محفوظ رئيس جمعية نادي الرياضات الفردية بقليبيا، كان تعرف لي على الأعضاء اللي معاك في الجمعية. كما قلنا الجمعية من 2007 تبعثت. وين تبعثت؟ تبعث في قليبيا. الأعضاء نبدأ من ثريا بن سليمان، عائشة بن سليمان، هاجر القلصي، سي محمد مطر، لطيف المدب. نبدأ بالأعضاء الأخرين. رئيس فرع، رئيسة فرع الجنباز هي وفاء بشطبجي. أمين مال مساعد وسيم السعيدي. أمين مال اسكندر شحيدر اللي حاضر بحذانا، كاتب عام مساعد عز الدين زقلي. كاتب عام محمد جبلون. نائب رئيس كمال بن سليمان. بالطبيعة رئيس الجمعية هو توفيق محفوظ. توفيق محفوظ. دونك سي توفيق، حكينا قبيل على الجمباز، حكينا على تهميش الرياضة هذه في تونس. كان ما نعرفش نحكيو على كاراتيه على التايكواندو بدأوا يرجعوا يلقاو حظهم ابتي ابتي في تونس. انطلاقنا 2017 اليوم مازال ما لقاوش البلاصة ولا المستوى اللي يستحقه بصراحة رياضة التايكواندو والا الكاراتيه. ولكن بما يخص الجمباز، بما يخص الجمباز، انا اللي نشوفه ان علاش هو ما يلقاش حظه الجمباز، خاطره يلزمه معدات خاصه به هو. اول حاجه قبيله حكيتوا على الموارد الماديه، قلت لهم الموارد الماديه هذيك حاجه ضروريه، باش ما فماش رياضه ولا ما فماش رياضي باش يتحرك بلاش ماديات. اول حاجه. وثاني حاجه اللي نشوفه احنا ان المعدات نتاع رياضه الجمباز هي غاليه شويه. غالي قداش تتراوح الاسواق نتاعها؟ يلزمها اسباس خاص بها هي. يلزمها اسباس، معناتها كي باش تعمل قاعه نتاع جمباز ما تنجمش تعمل فيها حاجات اخرى، على خاطر باش تحط المعدات نتاعك الماتريال نتاع الجيمناستيك باش تحطه تفكسيه في البلاصه هذيك ما عادش تنجم تعمل فيها حتى شيء. هذاك علاش اللي احنا توكايا خذينا القاعه نتاع الجمباز تاع اللي موجوده في قاعه عيسى بن نصر. كيما قلت لك المعدات نتاعها معناتها قديمه. طلبنا من سيد كاتب الدوله باش وسيد الواليه وسيد المندوب باش يحاولوا باش يجددون الماتريال ويعاونونا في تجديد الماتريال. واضح. سي اسكندر، كان تحكي لنا على الموارد الجمعيه. موارد الجمعيه مواد ديما اكثرها هي مواد خاصه شويه من عند من البلديه. بون سنا ما متعتناش البلديه مع ما متعتناش بالدعم السنا. وزاره الشباب والرياضه والطفوله، وشويه دعم معناتها من المشاركات من الأعضاء نتاع الجمعية، معناها بمجهود شخصي. مجهود شخصي. باهي سي توفيق، كان تحكي لنا على الإنجازات نتاع الجمعية. إنجازات نتاع الجمعية، جمعيات الرياضات الفردية بقليبي بالطبيعة. باهي، بالنسبة للسنة في الكاراتيه كما قلنا عندنا 120 مجاز ومجازة. عملنا هل يدفعوا رسوم معناها باش يكونوا مخرطين في الجمعية ولا؟ والله اللي أفيلي والمشاركين ما يدفعوش. خاطر هو باش تخرج تلعب يلعبوا معناتها الجوار هذاك واللاعب هذاك باش يخرج يلعب وكل شيء ما يدفعوش. انهم اللي قاعدين يدفعوا هما اللي جدد كيما نقولوا احنا، منخرطين جدد باش تنجم تتحرك بالجمعيه وتنجم يساهموا الاولياء زاد يساهموا شويه باش نجم نخدموا باش نجموا تتواصلوا. لكن نواصلوا. بما يخص الانجازات الموسم هذا، انجازات الموسم هذايا بالنسبه للكاراتيه عندنا 7 ذهبيه، 10 فضيه، و15 برونزيه.
حاجه محترمه للغايه. محترمه بكدا بكدا. ونمشيو للتايكواندو. اي. التايكواندو كما قلت لك عندنا 50 مجاز ومجازه. عندنا 3 ذهبيه. 8 فضيه. و12 برونزيه. واضح. بما يخص تفضلي. نمشيو للجمباز. جمباز اللي هو مازلنا ما بديناش نشاركوا على خاطر ولكن عندكم عندنا مجازين. عندنا مجازين 50 مجاز ومجازه منظمين امورهم واضحه قاعدين نحضروا فيهم. علاش ما نجمناش نشاركوا بهم؟ لخاطر خذينا في سيزون دخلنا في سيزون باش بدينا معناتها التدريب نتاعهم باش عطاو ما وصلنا خذينا القاعة المغطاة الا بعد تعب باش خذينا القاعة ونجموا نحضروا. وعلاش شنو هي الصعوبات اللي كانت موجودة؟ صعوبات والله كل واحد شنو يقول لك. واحد يقول لك القاعة ماهيش تابعة الأولمبي القريبي، واحد يقول لك القاعة لكنها موجودة معناها موجودة قلت لك من 25 سنة راهو الماتريال في وسطها موجود. ما كيفاش ماهيش تابعه للاولمبي القليبي؟ ما القاعه محطوطه هي قاعه تحت المدارج لكن ما هو يستعمل فيها حتى حد. واضح. باهي. وبما يخص تحضيراتكم للموسم المقبل كي نحكي واحنا توا انجازات الموسم الحالي اي هذا اللي انا نحب نقول. تفضل. التحضيرات الموسم المقبل ان شاء الله باش ناخذوا صغيرات اللي عمرهم بين 4 و5 سنين. بين 4 و5 سنين. ليش شنو هو؟ للجملة الجيمناستيك. جيمناستيك اي. جيمناستيك. علاش تقول لي انت 4 و5 سنين معناتها مازال صغير. من فم تبدا ساعة التحضير نتاعو. التكوين. التكوين نتاعو. من فم يبدا من العمر هذاك يبدا التكوين نتاعو. والعام السادس معناتها يولي عمره 6 سنين باش يدخل سنة أولى يقرا. نوليو نجبدوه احنا للسونتر. يولي يجي ناخذوه من المدرسه من المدارس. يولي نجبدوه للسونتر. نلقاه حاضر نجموا نشاركوا به والبرنامج نتاعنا والتخطيط نتاعنا اللي باش نعملوه هو ان شاء الله يكون هكا. ناخذوا صغيرات 4 و5 سنين وقت وبعد ناخذوهم للسونتر باش نلقاه حاضر. اما اذا كان احنا ما نعملوش كيما نقولوا احنا اكاديمي. باش نحضروا فيها صغيرات وبعد ناخذوا للسونتر باش نلقاو حاضر. ما كاينش رانا ماناش باش نخلطوا باش نشاركوا ماناش باش نعملوا ريزولتا اللي كيما نحبوها احنا. بما يخص الاولياء هل تحسهم متفاهمين متعاونين معاكم؟ والله متعاونين الاولياء ويعاونوا فينا يعطيهم الصحه. لكن شنو هي الصعوبات اللي لقاو فيها؟ الصعوبات هي اول حاجه كي نجيو ندخلوا باش نتدربوا في القاعه تاع عيسى بن نصر ساعات تلقى فما ماتش في وسط القاعة. ما هنا يلزم التنسيق انتم يلزم التنسيق كذلك. التنسيق لكن احنا كي عندنا برنامج مثلا نقولوا احنا تلامذتنا باش يدرناو الاثنين والاربعاء والجمعة الخامسة نتاع العشية. اي. واضح. نجيو احنا ساعات المندوبية وما نعرفش مدير القاعة الله يحفظه ولا يعاون فينا بالكدا سي ايمن. يعاون فينا بالكدا سي ايمن يعاون فينا بالباهي. معناتها يعطينا اوقات سي ايمن بالحي الصالح. نعاود نشكره. يعاون فينا كي نجيو نمشيو ساعات نلقاو ماتش ترسين للصغيرات الكل والاولياء ويوقفوا سنه قدام القاعه وبعد يروحوا. هذا على خاطر ما يتدربوش دونك هنا يواجهوا صعوبه يتقلقوا الاولياء بالطبيعه. والقاعه ماهيش قريبه لوسط البلاد. يظل الناس كل تعرف قاعة عيسى بن نصر بعيده شويه لوسط البلاد. معناتها كي هذيك الحاجه المشكله اللي عندنا توكايا والاولياء تعبين معنا وقاعدين يوصلوا في صغيراتهم حتى للقاعه ويسنوهم باش يروحوا بهم. بس اسكندر خلينا نحكي معاك انت على الجمعيه هذه وعلاش عاملينها من اصل الجمعيه؟ شنو الهدف نتاعكم الاول وقت جاتكم الفكره نتاع تعملوا الجمعيه هذه؟ الجمعيه الفكره نتاعها هي في قليبي ما عندهمش حتى بقعه باش يعمل ديفولمون. ما ثماش بالكل. بالاخص تو في الصيف ثم عندهم البحر وامورهم واضحه. اما في الشتاء ما عندهم حتى بلاصه ترفيهيه خلينا نقول انا ولا دي. بالضبط. ولينا جات بين الصالة هذه باش على الاقل خاطر ماك تعرف اذا كان باش يقعدوا في القاوي لو الصغار باش يحترفوا باش يوليو محترفين في اي حاجه من حاجات اخرى. يا في دخان يا في شرب يا في اي حاجه من اي حاجه اخرى.
عملنا الصاله هذه باش تحفي باش تحمي الشباب. ولكن الموضوع هذا من 2007 هكا ولا من 2007. لكن من 2007 للتو 2007 هل كان الوقت هو نفس الوقت اللي نعيشوا فيه تو اليوم مثلا في 2018 بعد مرور 11 سنه؟ فما شويه تغيير ولكن الاقبال الاقبال موجود. لا موجود الاقبال نفس الاقبال في 2007 هو نفسه في 2018 اقل شوي في 2018 بحكم التغيير نتاع الاوقات تغيير مع الضغط نتاع الولي ما عادش ينجم يجيب ولده في كل وقت. انا واحد ما كنت كان صغير اصلي ترناو فيها ويزمني نوصلهم نروح بهم وحتى كي نسايبهم وحدهم ما نخافش عليهم. توا بالعكس توا كومام فما تبدلت حتى البلاد كبلاد تبدلت. سي توفيق انا خلينا نوجه لك السؤال اللي كنت هل تخموا في اضافه رياضات فرديه اخرى للعبه هذه على سبيل الذكر التنس مثلا؟ هو التنس موجود في قليبيا فما لا نقصد في النادي نتاعكم في النادي نتاعنا التنس كما تعرف يزبو معناتها اسباس وتيران وكل شيء. احنا مختصين في حاجات اخرى في مختصين في رياضات فرديه معناتها في وسط قاعه مسكرة ولا واضحة ومصلى على النبي لاباس. دونك ما فماش نية باش تضيفوا رياضة أخرى؟ والله إن شاء الله احنا نحبوا ساعة نركحوا نبداو بالحاجة بالحاجة. ركحنا تو الكاراتيه والتيكواندو وكمال الأسام وكل شيء ركحناه قاعدين نركحوا في البرنامج بتاع جومباس هو اللي تو الشغل الشاغل بتاعنا احنا اللي هو رياضة الجومباس. يلزمنا نكملوا ننظموها بالكدا ونعملوا الاكاديمي بتاعنا كيما قلت لك باش بما يخص النقائص. النقائص في القاعه نتاع جنباز هي اللي يلزمها كيما قلت لك المعدات قديمه وليس معدات جديده والا صيانه المعدات الموجوده عندكم حاليا ما فيهاش بوسيبيليتي. مش صيانه لخاطر نقول لك حاجه تبدلوا لي نورم نتاع الماتريال مش هو نتاع 20 سنه التالي كيما قد عمر الماتريال الموجود توا في القاعه كيما قلت لك عنده تقريبا 25 سنه مسكر عليه معناها ما استعملوا حتى حد معناها جاء الوقت باش يبدل تحل على المعاش يزمو حطوه تحل على المعاش من قبل ما يخدم يزمو نحاولوا باش نغيروا فيه والارضيه نتاعها معناتها الارضيه زليز كلها تابيات ما عادش كيما قبل. وينهم هنا السؤال اللي نساله لك انت بحكم اكيد تواصلت مع بعض منهم هل لقيت معناها تفاعل وموافقه واستجابه معناها من رجالات قليبيا غادي؟ والله عاونونا فما شكون حب يعاوننا وفما شكون يقول لك اعطينا الكره الطايره وكاو ما نحبوش حاجات اخرى. يمكن على خاطر النجاحات بالطبيعه اللي هي لكن يلزمنا صغيرات كل واحد وين هو شنو يحب. انا صغير واحد يقول لك انا نمشي للكاراتيه واحد يقول لك نمشي للتيكواندو واحد يقول لك نمشي لل معناتها كل صغير وشنو شنو هو مغرم شنو هي الرياضه المغرم كل واحد شي الميول اللي يحب يمشي له الاغرام اللي في السبور اللي يحب وخاصه الجيمناستيك خاصه البنات البنايات قاعدين يتقدموا بالكدا. باهي معدل الاعمار الموجود عندكم؟ معدل الاعمار نتاع من عندنا حتى من الخمسة سنين حتى ل 80 سنه. لكن اكثر فئه موجوده؟ الفئه الموجوده هي الاعمار نتاع 14 15 16 سنه. 14 15 16 16 سنه وصغيرات عندنا بالكدا راهو صغار اللي من 6 سنين حتى ل 10 سنين عندنا صغيرات بالكدا. ماشي واضح سي توفيق وسي اسكندر شكرا لقبولكم دعوتنا وحضوركم اليوم بحذانا في استاد الكاب باش تحكيوا بطبيعه وتعرفوا على الجمعيه هذه اللي قاعده تلم في اطفال ومعناها عباد من جميع الاطياف المجتمع اكيد ومن جميع الاعمار وكذلك رجال ونساء في نفس الوقت. نخلي لكم في دقيقتين كلمه الختام ولا كلمه تخاطب بها اهالي قليبي بطبيعه بما يخص الجمعيه الرياضيه جمعيه قليبي للرياضات الفرديه. الجمعيه قليبي للرياضات الفرديه تقوم بدور سمح بارشا وباه ياسر في قليبيا انها تكون في الشباب قاعده تخدم في خدمه سمحه. انا ساعات تلقاني متعدي في الجرده نلقى صغير نلقى وليدات يتشقلبوا شو والله نوقف لهم ونمشي لهم ونحكي معاهم علاش تكون في الجرده علاش ما كونش مأطرين وقداش من واحد جبته للكلوب نتاعنا للجمعيه وتخلى معانا وقاعدين أطروا فيهم. واضح. هل عندك رساله تحب توجهها لمن يهم الامر معناها سواء من رجالات قليبيا والا من وزاره شؤون الشباب والرياضه؟ بطبيعة
طبيعة فما ماذا بينا مش انا نحكي على قليبيا مش كانش الجمعيه نتاعنا برك انا حكيت مع مسؤولين في قليبيا ويحبوا يعملوا التيران اللي في الحوم اللي في الحومه معناتها ما عادش يشوفوا حتى بلاصه وين صغار يمشيوا مساسين نلقاو مساسين نمشيوا نلقاو معناتها في كل حي نلقاو ملعب تاع احياء ما عادش موجوده مساسين المدارس زاد ناقصين انا كلموني فما مدير مدرسه ما عندهمش وين يهزوا صغيراتهم المدارس. واضح، شكرا لك سي توفيق على حضورك بحضرنا. سي اسكندر خليك كلمه الختام في اقل من دقيقه. نشكر الأولياء اللي معاونين ياسر ياسر في الجمعية ماديا ومعنويا والأكثر المعنويا. واضح، شكرا جزيلا قبولكم الدعوة وحضوركم بحضنا اليوم سي اسكندر وسي سفيان أكيد من الجمعية الرياضية للرياضات الفردية بقليبيا، يعطيكم الصحة وإن شاء الله موافقين وإن شاء الله يكون عندكم حضور واحد آخر ودعوة واحدة أخرى تكونوا حاضرين بحضنا في استاد الكاب. الكلمة ليك.